احلي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحن جينا من وادي الذهب 1000 كيلومتر، جايين من طامنين مع اهالينا عند راس ومليل. هاو اهالينا اللي الدور تنقلع منهم ارضهم ظلما وعدوانا، وهما اوائلهم واباتهم وجدودهم هما اللي كانوا حامين هذه الارض، وهما اللي دافعوا عن هذه الارض، وهما اللي دفعوا الثمن غاليا اياك يتم هاي الارض محسوبه عليهم. اليوم زياده هما اللي على المناخ القاسي في هذه الارض بقوا هما صامدين وثابتين هذا من الزمن، وجات المستعمر الاسباني والهولندي والبرتقال والسماء والتراب يا غير ما قدروا حازوا على ارضهم. اليوم نحن نقولوا عن الارض خط احمر، ما يلا تحدي تعدانا على اراضينا اللي هي تاريخنا وجغرافيتنا. ومن هذا المنطلق نحن جمعيه، نحن تنسيقيه الاوديه الثلاث، واد نون، واد الساقيه، واد الذهب، ننادي باعلى صوتنا على انه حد راه مسنا ذره رمل من ترابنا لا يلوم الا نفسه. والاملاك المخزنيه والمحافظه العقاريه اللي ظلوا يعدوننا المناورات ويعدوننا الدسائس ويخربونا في ارضنا، ولا خالق نوع من الخديعه ما يجونا به. نحن الاستثمار باقي الاستثمار، ولكن ما هو على حسابنا نحن. نحن اهل الارض، هم اهل راس المال، نعودوا شركاء ياك نقدوا نتقدموا لقدام. يا غير ما هو نحن نبقاو نفقروا ونجوعوا وندمروا فراضينا في الوقت اللي الصحراء هي اليوم اقنى منطقه في العالم. الفوسفات اليوم باقل الاسعار في العالم. اليوم الاسماك اليوم اقل شيء في العالم هي الاسماك. اليوم حالا نحن هما اكبر منطقه تصدر الاسماك. اليوم فلاحتنا نحن فلا نتكلم على الداخله، جهه الداخله من ازين انواع البواكر في العالم، تمشي الولايات المتحده وتمشي لاوروبا، لان احنا هذا ما لنا جابرين من نوشي. نحن الصحراويين ما لنا جابرين من نوشي. نحن الا شوف واشبع كي الطفل الصغير الرضيع.